نعم. سيد توري له إضافة حول هذا الموضوع، تفضل أستاذ توري. أريد أن أضيف إلى الجانب الثنائي لتكنولوجيا الاقتصاد كصناعة تخلق مواطن الشغل، وهناك شغل جديد بكميات مهولة على مستوى العالمي، والثانية هو مرتبط بالأزمة المالية، والجانب الثاني هو أن قطاع تكنولوجيا الاتصال هو وسيلة لكل القطاعات الأخرى للتطور، فلا يمكنك بلوغ أهداف التنمية العالمية بدون التجارة، بدون الإنترنت وبدون تكنولوجيا الاتصال على مستوى الفلاحي والري وغير ذلك. فتكنولوجيا الاتصال هي وسيلة من الوسائل كما قال الأستاذ سوباتشاي، فهي تسمح بتحسين النجاعة، ولهذا تأتي تكنولوجيا الاتصال لإنقاذ كل المجالات العالمية بعد الأزمة الاقتصادية والمالية، فهي الموجة الأولى لخلق مواطن الشغل الجديدة ولتجاوز الأزمة المالية العالمية، وهو ما تعقده. ثم تأخذ المسائل العالمية كالتغيرات المناخية، فمركز التكنولوجيا الاتصال ليس مشكلا أو جزء من المشكل. نحن لا ننتج إلا 1.5 من الانبعاثات الغازية، لكن إذا ما استعملنا تكنولوجيا الاتصال فنخفض بنسبة 25%، فهذه النجاعة نحصل عليها بتكنولوجيا الاتصال لتعويض وسائل النقل التقليدية، فعوض أن تسافر فيمكن أن تنظم مؤتمرا أو ندوة فيديو عبر الانترنت، أو لا تستعمل سيارتك فتأخذ الأزمة الغذائية مثلا منذ سنة. ماذا تشعر؟ هل لا ترى أن تكنولوجيا الاتصال هي جزء من الحل؟ الأزمة الغذائية في العالم ليست نتيجة نقص التغذية، بل هي نتيجة سوء التوزيع في سلسلة التوزيع العالمية. أغلب الغذاء موجه إلى القطاع السياحي، وبالتالي هناك فقدان النجاعة على مستوى سلسلة التوزيع ومسالك التوزيع الغذائي على مستوى العالم. سأتي إليك أستاذ طلال أبو غزالة لو سمحت، يعني أبقى مع الأستاذ توري. ألا تعتقدون أن الشركات والمؤسسات الاقتصادية في حاجة أكثر إلى حلول معلوماتية، إلى محتوى، إلى سيولة أكثر في تبادل المعلومات وفي يعني تبادل البرامج المعلوماتية؟ هل أنتم مثلا راضون عن الحجم الحالي للمبادلات الرقمية التي بلغت 50% على مستوى الخدمات مثلا على مستوى دولي؟ تحدث إلى الشخص الملائم على مستوى الاتحاد الدولي للمواصلات. نحن ننادي ونطالب باستعمال تكنولوجيا الاتصال على مستوى العالمي، نطالب استعمالا أفضل لتكنولوجيا الاتصال لتحسين الأنظمة، لتحسين الشفافية. وعلى غرار كل حكومة نحن بحاجة إلى شفافية لنصل إلى هدفنا، والمنظمات الدولية بحاجة إلى مصداقية، وبالتالي عليها أن تستعمل تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. وعلى مستوى الاتحاد الدولي للمواصلات نحن نساعد البلدان والمنظمات العالمية على مستويات 5، أولا على مستوى التشريعات التنظيمية، ثانيا نحن بحاجة إلى مراجعة البنى التحتية، ثالثا بحاجة أن هناك أحصائيات وبيانات تسمح لك بتحليل السوق وأخذ القرارات الصائبة، والرابعة أخذ القرارات الصائبة على مستوى تعزيز القدرات والتربية. ثم بإمكانك تأخذ كل الشرائح الأخرى المتعلقة بالبرامج الخاصة لتطوير البلدان الأقل نموا باستهداف بعض الفئات كالمعوقون، الأطفال وغيرها من الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية، وهذا برنامجنا في مجال تكنولوجيا الاتصال. الأستاذ طلال يعني طلب الكلمة، فتفضل أستاذ طلال. الموضوع أثار فيك أفكار. لا، أنا عندي أول شيء رأي آخر حول قبل أن ندخل نعود إلى موضوعنا الأساسي. نعم. وإن كان موضوع مهم اللي هو الأزمة العالمية. نعم. صحيح أننا نرى نهاية أو شبه نهاية للأزمة المالية العالمية، ولكننا أمام ما هو أخطر منها وهو الأزمة الاقتصادية.
التي ستصيب الاقتصاد الأساسي. وبالتالي لا أريد أن نحلم بأننا خرجنا من الأزمة وأننا أصبحنا في أمان أبدا. نعم. ما أراه هو 10 سنوات عجاف في العالم المتقدم يتناولنا بقدرجات متخالفة في المختلفة في العالم النامي بسبب الأزمة التي ستصيب أساسيات الاقتصاد وليس سوق المال التي هو السوق الموازي للسوق الاقتصادي. طبعا هذا رأي خبير. هذا رأي خاص. أنا لم أستطع طبعاً. أن أمرر العبارة دون أن أعلق. ويأخذ بعين الاعتبار. تفضل أستاذ طلال. نعود إلى موضوعنا. فيما يخص موضوعنا. أنا بموجب تكليف من الأمين العام للأمم المتحدة كرئيس للائتلاف الدولي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية نعمل على إعداد ماتريكس مصفوفة تحدد ما تفضل به معالي الدكتور توري من كيفية استعمال تقنية المعلومات والاتصالات في كل جانب من جوانب التنمية. يعني لو أخذنا التعليم في كل مخرجات التعليم ومدخلاته، أخذنا الصحة، الغذاء، التجارة، نمسك كل قطاع ونجزئه، وكيف ممكن لتقنية المعلومات والاتصالات أن تساعد في تطوير هذا القطاع الاقتصادي، وبالتالي ما هي العقبات اللي بنسميها access barriers لمعالجتها ولإيجاد حلول لها، ومن ثم نقدم برنامج عمل قادم كامل نأمل أن يقدمه الأمين العام في القمة القادمة في السنة القادمة. كما تعرف القمة 2005-2010. نعم. ويكون بذلك التاريخ قد مضى 10 سنوات أو ثلثي الفترة، وبالتالي نريد أن نترجم إلى برنامج عملي كيفية استعمال تقنية المعلومات والاتصالات كإنيبلر، كأداة لتسريع وتحفيز وتطوير التنمية. هذا أولا. ثانيا، نحن نتكلم عن عالم أصبحت فيه تقنية المعلومات انتقلت من مرحلة أن تكون موضوع اقتصادي أو بند اقتصادي إلى أنها أصبحت عنصر في كل عملية في كل حياة الإنسان، سواء كانت حياته الصحية أو التعليمية أو الاقتصادية أو الغذائية أو كل شيء. فالنظرة التي يجب أن ننظر لها، وهذه أهمية الكلام في هذا المنتدى عن الانوفيشن، أمريكا تجديد. بنت اقتصاد اللي هو التحديث أو الإبداع. نعم. أمريكا بنت اقتصادها على كلمة اخترع، وكان الحافز للمواطن الأمريكي أن يخترع لكي يبني أمريكا العظمى. الاختراع هو الأساس، والاختراع هو الذي ينتج عنه منتج، هذا المنتج يصبح عنصر اقتصادي ويضيف إلى الدخل القومي. بدون أن تصبح تقنية المعلومات أداة في صناعة الإبداع سنظل مكاننا نراوح، وهذا ما أرى أن تركيز هذا الندوة وهذا الاختيار الموضوع يدل على حكمة وعلى دراية بأهمية الإبداع، ليس فقط في لتطوير تقنية المعلومات، إنما لكل عملية التنمية بشموليتها، لأنه لن يكون هنالك لا نمو اقتصادي ولا تطور ولا تقدم بدون الإبداع. نعم.